أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمرون أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عن قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.